يقول هذا السائل: ما كفارة اللعن مثل من لعن والديه ولعن الشخص سواء كان أمامه وإن لم يكن أمامه؟ هل هذا فضيلة الشيخ له كفارة؟ كفارته التوبة، لأن التوبة كفارة لكل ذنب، فيستغفر ويتوب إلى الله بصدق وإخلاص فيتوب الله عليه. ولكن لعن الوالدين خطير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني بأربع كلمات لعن الله، حدثني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. فلعن الوالدين خطير جدا، ولكن التوبة تجب ما قبلها، وإذا كان الوالدان موجودين فإنه يستسمح منهما ويطلب منهما العفو والمسامحة، وإن كان ميتين فإنه يستغفر لهما، يكثر من الاستغفار والدعاء لهما. نعم.